السلام عليكم. حلقة هذا اليوم عن دور مركبات الفلافونويد الطبيعية في الحفاظ على العضلات. حجم العضلات يعد ركيزة أساسية للصحة. يؤدي ضمور العضلات إلى خفض في نوعية الحياة وخفض في الاستقلالية الحركية للإنسان، ويسبب زيادة في معدلات الإصابة بالأمراض، وأيضا قد يؤدي إلى رفع معدل الوفيات. ولهذا فإن الاحتفاظ بعضلات صحية أمر ضروري للوقاية من الأمراض كالسكري وأمراض التقدم في العمر والعجز عند الشيخوخة. يعد الإجهاد التأكسدي والالتهاب من العوامل المهمة المرتبطة بقوة بضمور العضلات. يمكن تعريف الإجهاد التأكسدي بأنه خلل في التوازن بين المواد المؤكسدة ومضادات الأكسدة في الجسم. تزداد الأكسدة في الجسم عند التعرض للملوثات الكيميائية من الغذاء أو من التلوث البيئي. كذلك تزداد الأكسدة في الجسم عند التقدم في العمر والشيخوخة، وزيادة الإجهاد التأكسدي يسبب تنشيط عمليات تحلل البروتين في العضلات، بالإضافة إلى أنه يتلف الميتوكوندريا التي تصنع الطاقة لهذه العضلات وأيضا لخلايا الجسم الأخرى. يؤدي زيادة معدل الالتهاب في الجسم كذلك إلى ضمور العضلات، وحالة الالتهاب هذه يتم فيها إطلاق السيتوكينات، وهي مركبات ترفع الاستجابة الالتهابية في الجسم. والالتهابات في الجسم أيضا تعترض العمليات البيولوجية المرتبطة بتصنيع البروتين، وأيضا بالمرتبطة بتحلل البروتين في العضلات والجسم. فالالتهابات تزيد من تحلل العضلات في الجسم. وظهر اهتمام بالغ في العلم يهتم بالحفاظ على مستوى ونوعية وحجم العضلات كوقاية من الشيخوخة ولتعزيز الصحة العامة. وثبت في العشرات من الدراسات الحديثة أن أحد طرق المحافظة على العضلات يتمثل في تناول الأغذية التي تحتوي على مواد البوليفينول. ومواد البوليفينول عبارة عن مركبات عضوية توجد بشكل طبيعي في الفواكه والخضروات والزهور، وأيضا كما قلنا الشاي الأخضر، وأحيانا تعمل وكأنها أصباغ تعطي النباتات ألوانها المختلفة. لكننا نواجه مشكلة في الاستفادة من مواد البوليفينول. تتعلق المشكلة أولا بأن تمثيلها الغذائي وبقائها في الجسم قصير، وثانيا إذا أردنا أن نستفيد منها يجب أن علينا أن نتناولها بشكل مستمر وضمن الغذاء اليومي. تظهر مواد البوليفينول تأثيرات قوية مضادة للأكسدة وأيضا مضادة للالتهابات، ولذلك فإنها يمكن أن تلعب دورا هاما في مواجهة ضمور العضلات الناجم عن الالتهاب والإجهاد التأكسدي. يرتبط ضمور العضلات وخسارتنا للعضلات ارتباطا وثيقا بجودة الميتوكوندريا، هذه الأجسام الصغيرة التي تصنع الطاقة لخلايا الجسم ومنها العضلات والدماغ وهكذا. وتعد جودة الميتوكوندريا وسلامتها من العوامل التي لا غنى عنها، حيث يؤدي أي ضعف في الميتوكوندريا إلى ضمور في العضلات، وتقوم الميتوكوندريا الصحية دائما على تغذية العضلات عن طريق إنتاج غذائها أو غذاء الخلايا الأساسي الأدونيسين ثلاثي الفوسفيت، كما أنها تنظم العملية المضادة للأكسدة في الجسم. ومركبات البوليفينول أيضا لها دور هام في حماية الجهاز العصبي والوقاية من أمراض القلب والكلى، وتحمي الكبد من الضرر، كما أنها مضادة للسرطان ومضادة أيضا للميكروبات التي تغزو الجسم. ومؤخرا تم اكتشاف أن مركبات البوليفينول لها مفعول قوي مضاد لضمور العضلات عن طريق أنها تخفض من العمليات الكيميائية التي تساهم في ضمور العضلات في الجسم. ونظرا لانخفاض سميتها واستجابتها العالية للهدف المحدد، انتبه العلماء لأهميتها في محاربة ضمور العضلات. ومن أنواع مواد البوليفينول الفعالة لصحة العضلات ما يوجد في الشاي الأخضر، ويحتوي الشاي الأخضر على أنواع من البوليفينول معظمها على شكل ما نسميه فلافونول، ومادة كيميائية أخرى نباتية تعرف باسم الكاتشين، وهي مضادة للأكسدة. وأهم مكونات البوليفينول في الشاي الأخضر عدة مواد، هي الـ AGCG والـ EC والـ AGC والـ ECG، وهي مواد قوية مضادة للالتهاب ومضادة للأكسدة. وبعض هذه المركبات التي توجد في الشاي أيضا تتوفر كمكملات غذائية. في دراسة لكي باي هونغ وآخرون كان الهدف من هذه الدراسة هو دراسة تأثير مستخلص الشاي الأخضر المركز
لكي يحتوي على نسبة عالية من الاي سي والاي جي سي وحمض الجاليك الذي يوجد بكثرة في أوراق الشاي والعنب وبشكل واسع في بقية النباتات. ويستعمل حمض الجاليك أيضا كمعيار كيميائي لتحديد محتوى الفينول في عينات النبات. أرادت هذه الدراسة معرفة أثر مركبات البوليفينول في الشاي الأخضر على كثافة النسيج العضلي، ووجدت الدراسة أن مركبات البوليفينول في الشاي الأخضر ساهمت بزيادة كثافة العضلات وخفضت من تلف العضلات الناتج من الإجهاد التأكسدي. مركب آخر يسمى اليورلثين A. اليورلثين A هو مستقلب حيوي تركبه بكتيريا الأمعاء أو ما يسمى بميكروبيوم الأمعاء من مركبات البوليفينول. أشهر أنواع اليورلثين هو يورلثين A، ويتوفر هذا البوليفينول اليوم كمكمل غذائي أيضا. وإضافة لكونه مكمل غذائي، يوجد اليورلثين في الرمان والفراولة والتوت والجوز وأطعمة أخرى، وقد ثبت أن تناول اليورلثين يحفز من عملية البلعمة التي تخلص الجسم من الخلايا التالفة. وأيضا اليورلثين يرفع من وظيفة الميتوكوندريا الضرورية لعمل العضلات والجسم. وأظهرت دراسة أن إعطاء يورلثين A إما كجرعة وحيدة أو كجرعات متعددة أن له تأثيرات ملحوظة على المؤشرات الحيوية للميتوكوندريا، وأن اليورلثين A حسن من صحة الميتوكوندريا والصحة الخلوية بعد الاستهلاك المنتظم له عن طريق الفم عند عينة من البشر. وفي دراسة أخرى، بعد أن تناوله كبار السن عن طريق الفم لمدة 4 أسابيع، حسن اليورلثين من الأداء العضلي ومن قدرة العضلات على التحمل. وفي دراسة أخرى أظهرت بأن اليورلثين خصوصا قد حسن من أداء الميتوكوندريا وحسن من القدرة على ممارسة الرياضة لحيوانات التجارب المتقدمة في العمر، ومنع تدهور العضلات عندها. وحسن اليورلثين A من قدرة الجسم على تجديد الخلايا الجذعية العضلية. وأظهرت التجربة نتيجة أخرى، فبالإضافة لتحسن وظيفة العضلات عند الحيوانات الهرمة، فقد تحسن لديها كذلك معدل البقاء على قيد الحياة من خلال الحفاظ على عملية البلعمة. والبلعمة الفيجوسيتوسيس هي عملية حيوية تتم بواسطة خلايا تسمى بالخلايا البلعمية، وبإمكان هذه الخلايا ابتلاع أي جسم غريب مثل البكتيريا أو الخلايا الميتة، وهذه العملية ضرورية لطول العمر ولصحة الجسد. ويقلل اليورلثين A من ضمور العضلات عن طريق تنشيط تصنيع البروتين، إضافة لمنع تدهور البروتين في الجسم. هناك أيضا نوع آخر من اليورلثين يسمى اليورلثين B. اليورلثين بي هو نوع من أنواع اليورلثين، وهو أيضا من مركبات البوليفينول، ويتم إنتاجه في الأمعاء البشرية بعد امتصاص الإيلاجيتانين التي هي من مكونات بعض الأطعمة مثل الرمان والفراولة والتوت الأحمر والجوز. أظهرت دراسة مؤخرا بأن اليورلثين بي يعزز من نمو وتمايز الأنسجة العضلية عن طريق زيادة تخليق أو تصنيع البروتين ومنع العمليات الفسيولوجية التي تسبب هدم أو ضمور العضلات، وأن اليورلثين بي أيضا يحفز من تضخم أو زيادة العضلات في التجارب التي تمت على الفئران، ويقلل كذلك من ضمور العضلات. هناك فلافونويد آخر يسمى الهسبيريدين، ويوجد في معظم الثمار الحمضية مثل الليمون، الحامض والمندريان، ويستعمل أيضا لعلاج قصور الوريد وكمضاد للالتهاب، وقد سمي قديما بفيتامين بي. والحقيقة أنه ليس فيتامين، التجارب أثبتت أن نقصه في الجسم قد يكون سببا في حدوث الألم والوجع وتشنج الأرجل خصوصا عند النوم. والتجارب أظهرت بأن الهسبيريدين فعال في تقوية البصر أيضا. والهسبيريدين يستقلب في الجسم إلى أيضا مركب آخر يسمى الهسبيريتين، وكلاهما متوفران في نفس المجموعة من المواد النباتية، وهما أيضا مضادان للأكسدة كلاهما ومضادان للالتهاب، ولهما دور هام في سلامة الميتوكوندريا التي تصنع الطاقة كما قلنا لخلايا الجسم وللعضلات. تشير الدراسات العلمية بشكل متزايد إلى دور الخلل في الميتوكوندريا كعملية تساهم في فقدان العضلات المرتبط بالتقدم في العمر والضعف الوظيفي للعضلات. لذلك اختارت دراسة حديثة
الهسبرتين كأحد أقوى مركبات الفلافونويد، وأظهرت الدراسة أن الهسبرتين أدى إلى زيادة الـ ATP الذي يستخدم كطاقة في الخلية وتركبه الميتوكوندريا، أن الهسبرتين قد زاد من نسبة الـ ATP بنسبة 33%، وزاد من القدرة الاحتياطية للميتوكوندريا لتصنيع الطاقة للخلية بنسبة 25%. علاوة على ذلك، قلل الهسبرتين من الإجهاد التأكسدي في العضلات عند الفئران المسنة، وأدى إعطاء الهسبرتين 50 ميلي جرام لكل كيلو جرام باليوم إلى عكس النقص المرتبط بالعمر في حجم الألياف العضلية وتحسين أداء الجري عند الحيوانات المعالجة بالهسبرتين. واقترحت الدراسة أن الهسبرتين ربما يحسن من وظيفة العضلات الهيكلية لدى المرضى الذين يعانون من ضمور العضلات أو الاضطرابات الأخرى المرتبطة بخلل الميتوكوندريا. ويتوفر الهسبرتين حاليا في بعض المكملات التي يتناولها الرياضيون حاليا. مركب آخر يسمى المورن هو مركب صبغي نشط بيولوجيا أصفر اللون، ويوجد بكثرة في الفواكه والنباتات المختلفة على غرار مشتقات الفلافونويد الأخرى. تم اكتشاف أن المورن يظهر مجموعة واسعة من التأثيرات العلاجية ضد الأمراض الأيضية أو أمراض تمثيل الطاقة وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض العصبية وإصابة الكبد واضطرابات الالتهابات العصبية وتسمم الكلية والسكري والتهاب المعدة واحتشاء عضلة القلب والسرطان. التركيب الكيميائي لهذا الفلافونويد المورن يعطيه مميزات السلامة والتوافر البيولوجي، وكل ذلك يجعل المورن مركبا نشطا حيويا واعدا لتطوير علاجات للعديد من الأمراض في المستقبل. وتبين أن المورن هذا الفلافونويد يلعب دورا حاسما في العديد من الأدوار مثل موت الخلايا المبرمج والبلعمة الذاتية والالتهاب، وكل ذلك هذه الظواهر البيولوجية تساهم بصحة وبقاء الكائن الحي على قيد الحياة بشكل سليم. المورن هذا المركب الأصفر يمكن عزله من عدة نباتات مثل البرتقال ومن أوراق الجوافة، وهناك دراسة أظهرت أن تناول المورن يمنع انخفاض وزن العضلات ويمنع تناقص حجم الألياف العضلية. وتوصي هذه الدراسة إلى أهمية استخدام المورن لخفض هزال العضلات ولخفض تلف العضلات. وصلنا إلى نهاية الحلقة، شكرا على المتابعة ومع السلامة.